القرار الصادر من المحكمة الرياضية الدولية قبل الاطلاع على حيثياته هو قرار يعني زكى الجانب المغربي وزكى كذلك الدفوعات التي استند عليها المغرب، والتي كانت دفوعات جدية ودفوعات وجيهة، خصوصا ما يتعلق منها بطلب تأجيل نظرا لظرف القاهرة. وأظن أن هذا القرار هذا يعني الذي كما قلت في البداية يزكي الدفوعات الوجيهة التي تقدم بها المغرب، واللي أكد بأنه لا مسؤولية حينما يتعلق الأمر بالقوة القاهرة. وبالتالي الحيثيات ديال هذا القرار ستكون لها تبعات مهمة، وستكون لها كما قلت يعني إعطاء أو سيكون الملف المغربي أو الدولة المغربية أو الجامعة المغربية لها مصداقية فيما يتعلق بدفوعاتها في مواجهة الاتحاد الإفريقي. إذن بشكل عام قبل الاطلاع على حيثيات القرار، هو قرار مهم، قرار تاريخي صادر من مؤسسة دولية لها قيمتها، وكيبقى المتابعة لهذا الملف في المستقبل ولكل حادث حديث. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.